استمرارا للفعاليات المناصرة للأسرى داخل السجون الإسرائيلية، شارك العشرات من الفلسطينيين في مسيرة جماهيرية حاشدة للتعبير عن دعمهم وإسنادهم للمعتقلين في ظل ما يتعرضون له من اعتداءات من قبل مصلحة السجون الإسرائيلية. جئنا لنقول بأننا مع الأسرى، نحن متضامنون مع الأسرى ومساندون لهم، ونعلن النفير العام بين القطاعات المهنية في قطاع غزة، ونحن سنستمر بالمسيرات وبالاحتجاجات وبالتصريحات والبيانات تضامنا مع أسرانا الأبطال. المسيرة التي دعا إليها الاتحاد العام للنقابات المهنية جابت شوارع مدينة غزة، رفع خلالها صور الأسرى ولافتات وشعارات منددة بالممارسات الإسرائيلية بحق الأسرى، والتي زادت وتيرتها بعد نجاح 6 أسرى من الفرار من سجن جلبوع، مؤكدين أن ما تقوم به إسرائيل مخالفا لكافة القوانين والأعراف في الدولية. تمارس مصلحة السجون والمؤسسة الصهيونية أسمى الانتهاكات لمبادئ حقوق الإنسان وللمبادئ الإنسانية المقررة وفق الأنظمة الدولية. طبعا نوجه من هنا رسالة للأمم المتحدة ولكافة المؤسسات الحقوقية الدولية والمحلية منها بضرورة التحرك العاجل لإنقاذ حياة أسرانا داخل السجون. المشاركون الذين تمركزوا أمام مبنى الصليب الأحمر أكدوا أنهم يهدفون من خلال فعالياتهم إلى تسليط الضوء على معاناة الأسرى وإيصال صوتهم إلى كافة المؤسسات الإنسانية الدولية من أجل التحرك العاجل للإفراج عنهم ووقف الاعتداءات بحقهم. يعني كل هذه المؤسسات الدولية على رأس منظمة الصليب، كفاك صمتا، كفاك عارا، الأسرى أبطال داخل سجون الاحتلال يتعرضون للموت الحقيقي على أيدي العدو الصهيوني داخل سجون الاحتلال، لذلك عليك أن تتحركي على وجه السرعة قبل أن نفقد أحد أسرانا. وتبقى قضية الأسرى تلقى تفاعلا شعبيا وفصائليا واسعا، حرصا منهم للإفراج عنهم بكافة السبل والطرق المشروعة، وسط تأكيدات بعدم تركهم داخل السجون وحدهم. كل يوم تضيق فيه مصلحة السجون الخناق على الأسرى يزداد معه حجم الدعم والإسناد لهم على المستوى الرسمي والشعبي، فيما تتعالى الأصوات المنادية بضرورة تدخل دولي عاجل لوقف تلك الاعتداءات التي يتعرضون لها. عامر فرة، اليوم، قطاع غزة.